أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، هل يجب عليه قراءة الفاتحة في جميع الركعات؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه ليس عليه قراءة الفاتحة، تكفي قراءة الإمام، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يقرأ والإمام يقرأ، يحصل تشويش في هذا. هذا هو الصحيح إن شاء الله.